إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أهلا وسهلا بكم في قناة صحة وتخسيس، معكم دكتور حمص حشمت. النهاردة يا جماعة هنتكلم في حاجة بلس 18، فياريت لو في حد أقل من 18 سنة ويتفرج علينا ياريت ما يكملش معانا الفيديو. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن موضوع بناء على رغبة المتابعين ليا في القناة. النهاردة يا جماعة هنتكلم على سرعة القذف أو القذف المبكر أو بريماتيور إيجاكوليشن. أولا إيه هو سرعة القذف يا جماعة؟ المحزن في الموضوع إن سرعة القذف حالة شائعة بتحدث بنسبة من 30-40% عند معظم الرجال، ولكن المفرح في الموضوع إن ليها علاج، يمكن علاجها. امتى تحدث سرعة القذف او ايه اعراضها؟ سرعة القذف تحدث لما يحصل القذف عند الرجل قبل البدء في العلاقة او بعد البدء في العلاقة في اقل من دقيقة. المشكلة في سرعة القذف يا جماعة ان بعد القذف الرجل عملية الانتصاب بيفقدها، وبالتالي لا يمكن استكمال العلاقة الحميمية مع شريكة حياته. طيب ايه امتى اقول ان سيادتك عندك سرعة قذف او ان الراجل ده عنده سرعة قذف؟ في حالتين. اول حالة ان في كل الحالات وفي كل الاوقات بيحصل سرعة قذف عنده في غضون اقل من دقيقة. تاني حاجة لما الانسان ما يقدرش يتحكم في القذف بتاعه وان هو يقدر يأخره. في الحالتين دول يا جماعة بقول ان الراجل ده عنده سرعة قذف. طيب تمام. طيب ايه انواع القذف يا جماعة؟ انواع سرعة القذف، اول حاجة النوع الاول بنسميه النوع المكتسب، او الثانوي. ده بيبقى جاي نتيجة تجارب جنسية سابقة، رغم انه اثناء التجارب دي ما كانش عنده مشكلة في سرعة القذف يعني. طيب تاني نوع، النوع الاولي اللي هو مدى الحياة. ده بيبقى عند الراجل من اول تجربة جنسية او اول علاقة جنسية كانت معاه سرعة القذف ومستمرة معاه مدى الحياة. طيب متوسط القذف للرجال عموما 6.5 دقايق، بس عادة الشباب الصغيرين القذف بتاعهم بيبقى اسرع شوية، في غضون دقيقة او دقيقتين. لكن الناس الكبيرة في السن القذف بتاعها بيتأخر شوية، طبعا لان الصغيرين بيبقى معدل الاستثارة بتاعتهم عالي شوية، لكن الكبار الاستثارة بتاعتهم بتبقى قليلة شوية. طيب نيجي لأسباب سرعة القذف. أسباب سرعة القذف يا جماعة كتيرة، زمان كانوا بيقولوا عليها ان هي نفسية، دلوقتي بيربطوها بان هي نتيجة عوامل معقدة ما بين نفسية وعضوية وحيوية. لانها يا جماعة في علميا هي ملهاش سبب علمي واضح. طيب هي ايه الطريقة العلمية والعملية لحدوث القذف؟ يعني ازاي علميا القذف ازاي بيحصل؟ بص يا جماعة، لما بتحصل المداعبات الجنسية في بداية العلاقة بيحصل استثارة للأعصاب اللمس العصبية اللي موجودة في القضيب، فبترسل إشارات من المراكز بتاعة القضيب لمركز القذف اللي موجود في الفقرات العصعصية في الحبل الشوكي، فبدوره بيرسل إشارات للعقد العصبية الودية اللي بترسل إشارات للوعاء الناقل والحوصلة المنوية والبروستاتا علشان تفرغ السائل المنوي جوه قناة مجرى البول الخلفية. فلما بيتفرغ جواها السائل ده بيزيد الضغط داخلها، فبترسل إشارات عصبية برضو للعصب الشوكي، فبيجي عامل انقباض للعضلات اللي موجودة في مقدمة القضيب، فبالتالي يحدث القذف. العملية اللي احنا سمعنا عنها دي المفروض ان هي بيعترضها يعني شوية اعتراضات علشان يتأخر القذف. من ضمن الاعتراضات دي انطلاق مادة تسمى مادة السيروتونين،
وجود مادة السيروتونين دي بتقلل القذف. العلم الحديث قال إن مادة السيروتونين لما تبقى قليلة تبقى القذف يحصل عندك سرعة قذف، ولما تكون في خلل في المستقبلات العصبية الخاصة بهذه المادة. يبقى يا جماعة نتفق كده مع بعض إن العلم الحديث توصل إلى إن قلة مادة السيروتونين بتسبب سرعة القذف أو خلل في المستقبلات العصبية اللي بتستقبل مادة السيروتونين. تمام؟ ده آخر تطورات العلم الحديث بالنسبة لسرعة القذف. كده نبقى عرفنا إزاي سرعة القذف بتحصل أو الطريقة العلمية للقذف إزاي بتحصل. طيب إحنا قلنا إن من أسباب سرعة القذف أسباب نفسية وأسباب عدوية وأسباب حيوية. طيب نيجي للأسباب النفسية. أول حاجة التوتر والقلق بشأن الأداء الجنسي. بمعنى إيه؟ الراجل هو داخل يعمل العملية الجنسية بتلاقي إن خايف وقلقان من إن هو مثلا ما يحصلش عنده انتصاب، خايف وقلقان من إن هو يحصل عنده قذف بسرعة فبالتالي مش هيحصل انتصاب، فبالتالي هيفقد الانتصاب بتاعه حتى لو كان موجود، وبالتالي مش هيكمل العلاقة الحميمية ما بينه وما بين زوجته. فده التوتر بشأن الأداء الجنسي يبقى قلقان. تاني حاجة تكرار التجارب الجنسية اللي قبل كده. بيبقى الواحد عامل تجارب جنسية في ظروف غير آمنة، يعني واحد بيعمل جنس بطريقة غير شرعية، فبيبقى العملية نفسها أثناء العملية نفسها مصاحبها خوف وقلق بمرتبط بالمخ، فالمخ بيحاول يخلص من الخوف والقلق ده المرتبط بالعملية دي، فبيحاول يسرع العملية الجنسية مقابل إن أنت أخلص، فبيحصل سرعة قذف. فلما يجي يتجوز ويبقى بيتعامل بطريقة شرعية مع مراته هو اوريدي خلاص المخ اتعود إنه ربط الموضوع ده بالتجارب اللي فاتت، فبالتالي بيحصل عنده سرعه قذف. رقم ثلاثة يا جماعه، لو في طفل صغير من هو وصغره نشا في ظروف خاصه، خاصه لو في مشاكل ما بين ابوه وامه، بتلاقوه الجهاز العصبي بتاعه بيبقى مستثار دايما، فلما يجي يتجوز يبقى عنده سرعه قذف. طيب رابع سبب نفسي التوتر والقلق بشان الظروف الاجتماعيه والظروف الماديه وغيرها، بيخلي الجهاز العصبي السمبثاوي بتاع الانسان في حاله استنفار دائم، والقذف بيقع تحت طائله الجهاز العصبي السمبثاوي، فلما يكون في استنفار دائم بيزود لي الاستثاره للاعصاب الحس اللمسيه الموجوده في القضيب، فتحصل على طول سرعه قذف. رقم خمسه وده سبب نفسي، الاحساس بالضعف تجاه زوجه متسلطه بيدي شعور للزوج ان هو ضعيف ومش مسيطر على الموقف الجنسي، فبالتالي عايز ينهي الموضوع ده، فبينهي بعملية القذف رغم ان هو احيانا اثناء العملية بيحاول انه يأخر القذف بتاعه، لكنه المخ عنده واللاوعي اللي عنده تشبع ان بعدم رضا الزوجة، ان الزوجة مش راضية عن الاداء الجنسي بتاعه، فبالتالي بيحصل عنده سرعة القذف وبيعجل موضوع القذف عنده. رقم ستة عدم التوافق بين أو عدم التواصل بين الزوجين وفقدان الدفء والمشاعر الجميلة ما بين الشريكين بيخلي عندي موضوع سرعة القذف. ليه؟ لأن بيخلي العملية الجنسية ما بينهم عبارة عن عملية ميكانيكية ما فيهاش متعة، فبالتالي بيعجل لي بموضوع سرعة القذف. وبالتالي نخلي بالنا يا جماعة إن موضوع سرعة القذف نفسه بيعتبر دلالة على مدى التوافق ما بين الزوجين. دي يا جماعة معظم الأسباب النفسية اللي ياريت الناس اللي عندها سرعة قذف تتلاشاها تماما، وإحنا لو اتلاشيناها إن شاء الله هنرجع لطبيعتنا تاني، وموضوع القذف هيتعدل وهيطول وهنطول في المدة. طيب نيجي للأسباب الحيوية. الأسباب الحيوية أحيانا بتبقى صفات وراثية، واحد بيبقى عنده صفات وراثيه هو عنده سرعه قذف. تمام، حاجه وراثيه. تاني حاجه عدم انضباط معدل الهرمونات، الهرمونات في جسمك مش متظبطه. تالت حاجه عدم انضباط المواد الكيميائيه في الدماغ او العوامل العصبيه دي برضو. دول الثلاثه دول من العوامل الحيويه اللي بتسبب لي سرعه القذف.
طب ايه هي الاسباب العضويه؟ العضويه ان يحصل مثلا التهابات في النخاع الشوكي او الحبل والحبل الشوكي، التهاب في النخاع والحبل الشوكي، زي مثلا الاكياس الدمويه والتهاب الاعصاب والتهتكات في الاعصاب الغير مكتمله، تمام. تاني حاجه التهاب او تصلب مرض التصلب المتعدد للحبل الشوكي، ده برضو في مشكله. تالت حاجه التهاب الاعصاب الطرفيه بس قبل مرحله الضمور، زي ما عندنا في مرض السكر الناس اللي بتتعاطى الكحول، الناس اللي بتتعرض للمعادن الثقيله زي الزئبق والرصاص بيحصل عندها الموضوع ده. الناس اللي بتاخد المنشطات علشان تخس زي منشط الامفيتامين الناس بتاخده عشان انقاص الوزن، في عندي التهاب في الوعاء الناقل، التهاب الحويصله المنويه، التهاب البروستاتا، التهاب القناه مجرى البول الخلفيه، ده بيعمل احتقان دائم في الحوض فبيسبب لي سرعه القذف. في عندي الناس اللي طلع فتره النقاهه من ادمان المخدرات، الناس دي يا جماعه الجهاز العصبي بتاعها ما بيبقاش مستقر، فبيبقى في سرعه قذف لحد ما يستقر الجهاز العصبي ولحد ما تخلص من فتره الادمان، تمام يا جماعه. دي بالنسبه للاسباب العدويه لسرعه القذف. في سبب لا هو نفسي ولا هو حيوي ولا هو عدوي، وهو ممارسه العاده السريه. ممارسه العاده السريه يا جماعه من العادات اللي هي بتعمل لي حركه اللي هي بتاعه سرعه القذف. ليه؟ لان بتعمل تعود، بتضبط جسمك وعقلك على سرعه القذف. ليه؟ لان العاده السريه الهدف الوحيد ليها هو الوصول للنشوه باقل وقت واقل جهد، تمام يا جماعه. طيب نيجي بقى، طب ايه هي الاثار الجانبيه بتاعه سرعه القذف؟ الاثار الجانبيه اتنين، توتر في العلاقه ما بين الشريكين، طبعا ما بيبقوش راضيين وبتحصل مشاكل بسبب الموضوع ده. تاني حاجه مشاكل تتعلق بالاخصاب، خاصه لو ان الزوجين الاثنين عايزين يجيبوا اولاد، في الحاله دي بتحصل مشاكل. لو طبعا الزوج بيغزل بسرعه فبيغزل بره، فما بيحصلش قذف داخل المهبل، وبالتالي بتبقى في صعوبه في عمليه التقصير. وبكده يا جماعه اكون وصلت لنهايه الحلقه بتاعتي. اتمنى منكم ان كنتوا تكونوا استفدتوا، الناس اللي كانت بتكلمني على سرعه القذف، اتمنى اكون فدتكم. انتظروني في حلقه قادمه عشان اكمل لكم موضوع القذف وموضوع العلاج الفعال لسرعه القذف، سواء بادويه او سواء من غير ادويه. انتظروني في الحلقه القادمه ان شاء الله، هتبقى قريب. اخيرا انا بشكر كل الناس اللي متابعاني، يا ريت لو اول مره تشوفني في قناه الصحه والتخسيس وعجبك الفيديو اضغط لايك، ويا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل يوم جديد، ويا ريت الناس كلها يا جماعه تشير القناه لاصحابها عشان الناس كلها تستفيد. كنتم في قناه الصحه والتخسيس، وكان معكم دكتور حنس حشمه، شكرا لكم.